أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات الأسد تستهدف بقذائف المدفعية محيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي وبلدتي أرويحة وبنين جنوبي إدلب بالتزامن مع غارات جوية روسية على محيط بلدة سرجة. الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا وفقا للقانون الإنساني الدولي. واشنطن تؤكد عبر سفارتها في دمشق التزامها بمواصلة العمل لمحاسبة الأسد عن الفظائع التي ارتكبها في سوريا. مقتل 3 عناصر من ميليشيا لواء الباقر وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي على الطريق الواصل بين بادية الرصافة في محافظة الرقة ومنطقة أثرية شرقي حما وفق موقع عين الفرات المحلي. الخارجية البريطانية تقول إن سلطة الأسد تستخدم المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدة على مواصلة إجراءاتها ضد سلطة الأسد المتورطة بإنتاج وتجارة الكبتاغون في سوريا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 15,281 شخصا تحت التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، معظمهم على يد قوات سلطة الأسد.